وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله في محكم كتابه الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. السادة الأكارم، أسر عوائل الشهداء، أسر عوائل الأحبة الجرحى والأسرى، الشخصيات الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بادئين به ندعوكم جميعا للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار وقراءة سورة الفاتحة وإهدائها لأرواح من الأبرار. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. الشهادة هي سر انتصار الشعوب، والشهادة هي السعادة الأبدية والعزة السرمدية. فالشهداء لا يموتون بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، يحيون بدمائهم زكية الشعوب المظلمة وينيرون لهم طريق النصر. أما من يخشى الموت فهو الذي لا يؤمن بوجود الحياة الأخروية السرمدية بعد هذه الحياة اليومية الفانية، ويتناسى أن هذه الدنيا ما هي إلا دار ممر، وأن الآخرة هي دار المقر. وقد قال أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام: الدنيا دار ممر لا دار مقر، وخذوا من دار ممركم لمستقركم. إخوتنا وأخواتنا في الله، في هذا التأمين المركزي لشهداء إبريل، لشهداء شهر إبريل، نؤكد على حق القصاص من قتلة الشهداء، ونعبر عن خوفنا لجانب ذوي الشهداء الأبرار بالوصول لهذا الحق الشرعي والقانوني، كما نعبر عن تضامننا التام معهم، ونكبر فيهم هذا الصمود والثبات. فرغم فقدهم لفلذات أكبادهم وأعدائهم، إلا أنهم ثابت القدم والمبدأ أمام العدو الخليفي والمحتل السعودي بكل بسالة وإصرار، بل ويتقدمون صفوف أي فعالية أو مسيرة، ومستعدون للمزيد من التضحية والفداء في سبيل شعبنا وكرامته، وفي سبيل القيم الإسلامية والإنسانية. فالتحية والتقدير لكم يا آباء وأمهات وأولاد أسر الشهداء، فأنتم حقا عزنا وفخرنا، وبكم نمضي نحو تقرير المصير وبناء البحرين الجليل. ختاما، ليس بمستغرب أو مفاجئ استمرار العدو الخليفي والمحتل السعودي باعتقال الحرائر الفاضلات العريضات والزج بهن في السجون، فتاريخهم الأسود والقبيح مشهود لهذا العالم أجمع، وبأنهما مجردان من أي ذوق عرفي أو مبدأ أخلاقي يحول دون تعديهما على الحرائر والأعراض والمقدسات. وما خطب الأختين الكريمتين نفيس العصفور وريحان الموسوي مؤخرا وإخفائهما في التوامير واتهامهما بقضية نسجتها مخيلة الاستخبارات السينمائية، إلا خطوة خبيثة ودنيئة أراد منها العدو الخليفي والمحتل السعودي التغطية على فشلهم الذريع والفاضح باستضافة سباقات قافلة الدم والخسائر الفادحة التي لحقت بهما، وفشلهما في بث الطمأنينية في نفوذ جمهور الفورمولا، وبعد أن أقدما على كل الخطوات الإجرامية واستبقا انطلاق فورمولا الدم باعتقال العشرات من خير شباب الوطن وعسكرة النمات أحياء والأزقة بآلاف المرتزقة والآليات العسكرية من أجل منع أي صوت أو حراك ثوري قد يعكر أجواء الفورمولا، إلا أنهما صمدا للحراك الثوري المتصاعد، فكان استحقاق براكين اللهب مزلزلا لجميع مخططاتهم الفاشلة، وأثبت الشعب أن الحملة الإرهابية التي لا
ثورته بكل سمون وإصرار، فالشعب الذي قدم قرابين الشهداء ولا يزال مستعدا للشهادة في سبيل عزته وكرامته، لا شك أن الله مسدده وناصره على من ظلمه، وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم ولنا قلم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، 27 من تبريد، نيسان 2013 ميلادية، بلدة سماميت، البحرين المحتلة. وأفرح من يصلي على محمد وآل محمد.